والموضوع الذي سأسألك عنه ربما يحتاج إلى وقت أطول، قضية الإشكالية الأمازيغية هي من الأمور التي تشترك فيها دول المنطقة هنا. يعني الجزائر عندها هذه المشكلة، المغرب عندها هذه المشكلة، ربما دول أخرى لا أدري، أنا لست خبيرا، لكن إلى أي مدى هذه المشكلة في المغرب مشكلة؟ الأمازيغ موجودون في المغرب، موجودون في الجزائر، موجودون في تونس، موجودون في ليبيا، لكن أكثريتهم يعني نسبتهم الأكثر هي في المغرب. وفي المغرب لم يكن عندنا مشكل اسمه الأمازيغية، لأنه لم يكن هنالك أي تمييز رسمي يعني نحو أن تكون من أصول أمازيغية أو من أصول عربية، أو حتى لا تستطيع أن تجزم الآن في المغرب من الذي أصوله عربية أو من الذي أصوله أمازيغية، إلا قليلا يعني في الغالب، فهنالك اندماج حقيقي. لكن لا بد أن نقول كذلك أنه مثلا كانت هنالك مشاكل ثقافية، مثلا الأمازيغيون لم تكن عندهم قنوات تتحدث بلغتهم، لم تكن عندهم يعني كانت الإذاعة تخصص لهم وقت محدود إلى آخره، هنالك إشكالية ثقافية وإشكالية تواصل. هذه المغاربة يا أخ عزام يعني يعتبرونها مشكلة للمغاربة جميعا، ليست مشكلة للأمازيغ. أيوة أنا مندمجون خلاص. لا هو بكل صدق يعني في الجزائر كانت هنالك إشكاليات، لأن القومية العربية في الجزائر كانت أقوى منها في المغرب، تيار القومية العربية تجاوب مع مع, 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 مع عبد الناصر رحمه الله، فشعر الأمازيغ بالغبن وغبنوا فعلا. في ليبيا كانوا ممنوعين حتى من الحديث بلغتهم، في تونس عددهم محدود، في المغرب لا، في المغرب رغم أن القومية العربية وصلت إلى المغرب وكان لها تيار الآخر، لكن كون الملكية هي التي كان في يدها القرار دائما حافظت على التوازن. الأمازيغ موجودون في كافة مستويات المسؤولية، في الجيش تقريبا لهم القيادات الرئيسية، في الإدارة، في الحكومات، في كل شيء. الملك محمد السادس أمه أمازيغية، يعني نحن يعني نسيج اجتماعي واحد، نسيج اجتماعي واحد. والأمازيغ يسمون العربي، يسمون أولادهم أسماء كثيرة، محمد وعلي والعربي، فما ما كانش ليس لم ليس هنالك لم يكن هنالك مشكل. لكن الآن في التيار الأمازيغي متطرفون، هؤلاء عندهم أطروحة تتحدث عن أن العرب هم غزاة، وأن الإسلام فرض بالقهر، وأنه وبطبيعة الحال هذا يعني بهتان. أنت تعلم أخ عزام أن المغاربة لما جاء المولى إدريس رحمه الله إلى المغرب فارا من المشرق، بايعه المغاربة، بايعته قبيلة أوربة يعني قبيلة أمازيغية، ومات وهو سلطان لهم، وترك أمه وهي أمازيغية حاملا، فانتظروا حتى ولدت، فلما ولدت غلام انتظروه حتى صار عمره 11 سنة وبايعوه. وهذه هذا المولى إدريس الأول، والمولى إدريس الثاني هم الذين أسسوا الدولة المغربية المستقلة عن الشرق منذ ذلك الوقت. ولهذا نحن نمازح إخواننا الإخوان المسلمين، نقول لهم نحن منفصلون عن الشرق منذ 12 قرن، تريدوننا أن ندخل معكم اليوم؟ هذا يعني لا يستقيم. فالخلاصة عندنا أن هؤلاء المتطرفون يعني في الحقيقة يعادون العروبة ويعادون الإسلام، ولكن ليس عندهم وزن كبير. والتحدي بالنسبة إلينا هو أن لا يصبح الأمازيغيون كلهم مع الفكر المتطرف. أما المطالبة بأن تكون لهم قنوات تتحدث بلغاتهم أو بلهجاتهم، أو تكون عند ويدرس اللغة الأمازيغية تدرس الآن في المدارس المغربية، كل ما يتعلق بالتواصل وكل ما يتعلق بالثقافة فهذا مفتوح، وأسس له معهد للثقافة الأمازيغية وأعطي اسم معهد الملكي للثقافة الأمازيغية وترعاه الدولة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه من التحديات التي نرجو أن ينجح فيها المغاربة وينجح فيها الإخوان في المغرب العربي كذلك إن شاء الله. أستاذ عبد الله بن كيران، أنا شاكر جدا على ما أعطيتنا من وقت وعلى هذه الضيافة الكريمة البسيطة بيتك العامر. شكرا جزيلا. الله يحفظكم أستاذ، بارك الله فيكم، بيتكم.